السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا صباغه مائيه للاطفال. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو: كاس الماء وكاس ديال الدقيق والملونات. انا عندي هنا ملونات ديال الطعام، تقدروا ديروا غير ملونات طبيعيه، فلفله حمراء والخرقوم. غادي نخلط الدقيق مع الماء حتى ينسجموا ونشوف القوام ديالهم واش هو داك اللي بغيت ولا غنزيد الماء. مرة باقي تقيل، غادي نزيد تقريبا نص كاس الماء، يعني غادي يكون عندي كاس ونص الماء وكاس الدقيق. من بعد ما ينسجموا غادي نجرهم فوق البوطه غير واحد الدقيقه مكملاش ونحيدوهم، غير باش تولي لينا كريميه، ما تبقاش معزوله على معزول الدقيق على الماء، باش يجي القوام ديالها زوين. هيا درتها فوق البوطه غير جوج تحريك. من بعد ما حيتان فوق البوطه قسمتها انا لربعه الحصص، غنلون كل واحد بواحد بلون، غندير الاحمر الاصفر الاخضر والازرق، غنمزجهم مزيان ونتلقى باش نشوفوا النتيجه النهائيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الالوان المائيه اللي وجدنا. انا غنجربها معكم تشوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي مزيانه، جربوها غادي تعجب وليداتكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه ودعمونا بزاف الاعجاب.